يعني اللي هو اللي يعني عشرتنا مع بعض، فده لازم يبقى ليه جزء لوحده، يعني لازم يبقى ليه يعني ما ينفعش يبقى في وسط الكلام كده، ما ينفعش يخش كده في وسط الكلام. ويعني ابو تريكه مثلا، بركات، الناس دي، لان دي كانت عشره عمر وعشره حياه طويله جدا جدا، شفنا فيها كل حاجه، الوحش والكويس، واللي بينام بدري واللي بينام الساعه 7 الصبح واللي بينام الساعه 5، يعني حاجات كتيره جدا. نشوف لهم حاجه؟ طبعا نشوف حاجه. اتفضل اتفضل. مين ده؟ لا لا، بقول لك الواحد لما بيتكلم واحد دمه خفيف، انما دوت ما ينفعش، الواحد ده دمه سائل جدا. هو مين؟ شريف. شريف الفرقه؟ الاثنين ارخم من بعض. لا ما فيش حد في الفرقه دي دمه خفيف. اقول لك اللي دمه خفيف في الفرقه دي الواد اينو. والواد عفروتو. والله ما فيش حد تاني. يعني اتنين من اصل 25 بس؟ والباقي كلهم اسال من بعض. ده بص المناظر، بص جمعه، بص جمعه عامل ازاي؟ بص بص المنظر. يا جماعه ده مش بني ادم. يا جماعه ده اصل ده قصه، ما ينفعش تقول لي ما تسالش على بركات. لا انا سايب له جزء، يعني بسايب له. اولا انا لسه بقول لوائل بركات تكلمه ما يردش، هو ما بيردش على حد مبدئيا. فبيعمل ايه؟ بيجي يكلمك بعد تاني يوم، او يكلمك الساعه 7 الصبح يكون لسه حينا، يعني يكلمك في وقت هو يعني ايه مش صعب ترد عليه. ما تفهمش ليه؟ بقول لك كلمني من فتره كده، كان الاهلي عنده ماتش وكان رمزي صالح موجود معانا في القناه هناك في بي ان، فلقيت تليفون غريب جدا، لقيته بيتصل بيا بيقول لي ازاي بعد يعني؟ الاستوديو ما خلص. بعد ما قال لي انا اقعد اتفرج على وائل جمعه ماشي، انما هتفرج على رمزي صالح؟ انا محمد بركات اقعد اتفرج. قلت له بركات ما ينفعش، وده رمزي برضو لاعب وكابتن منتخب فلسطين. قال لي انت عارف طبعا بركات دخل في دخل شمال على طول، ما ينفعش نقول. كلمني مره في عيد ميلادي، فبعت لي، انا كنت بعت له في عيد ميلاده بقول له كل سنه وانت طيب. قال لي يا ترى بقى عندك كام سنه ولسه فاكر انا عملت فيك ايه؟ عمل بركات له لكل واحد في الجيل بتاعنا حاجات. يعني انا كنا عايشين انا وهو، يمكن كنا عشان قريبين من بعض اكتر، الرجاله كانت بتنام الساعه 8 و9 بالليل. يعني كابتن الاوضه بتاعتكم كانت عكسنا تماما، فالاوضه اوضتي انا وبركات وشادي كانت اوضه مختلفه شويه، كنا بننام بس بننام يعني متاخر شويه، بننام الصبح. بننام متاخر شويه. كنا بنبقى قلقانين اكتر من وائل وابو تريكه. وائل وابو تريكه يعني دايما كانوا بيجيبوا حاجات كده في الاوضه عندهم، فعشان نخش الاوضه انا تقريبا ما دخلتش اوضه وائل وابو تريكه، ولا انا ولا بركات ولا شادي ولا غير ولا مثلا، ولا احنا دخلنا اوضتكم برضه. ولا هم دخلوا اوضتنا. يعني عارف يعني مع انها كانت جنب بعض، بس يعني ايه كانت الاوض مش هنقدر يعني طبعا. ما نقدرش نفسر اكتر من كده. فوائل دايما وابو تريكه كنا عايز اقول لك يا اسلام شاي. اسلام بركات بالذات انا من النوع اللي كان في المباريات انا ما اعرفش اضحك. لا انت وانا قبل المباراه بساعه مثلا خلاص اخش جو المباراه، ابقى مركز، ما مهزرش مع حد، اقعد واخد ركن كده، ببقى قاعد وانا نازل في الممر بتاع الملعب ما اضحكش، ما اعرفش مش خلاص انا اتعودت ان انا تركيز، ما اعرفش اضحك، هو يفضل ورايا لغايه اما اضحك يا اسلام وانا نازل، يفضل يبص لي، عارف اللي هو ايه يا عم انت شادد نفسك ليه كده، فاهم؟ انما خلاص اتعودت على كده. الوحيد اللي كان يخليني اقول له لو سمحت ابعد عني، انا مش عايز افك نفسي ان انا اقعد ابص لك. مره بطوله افريقيا بتاعت النجم، فقاعدين كان في اجتماع بعديها لو فاكر، وكل مجلس الاداره بقى موجود، والاخ داخل قاعد ما بيعملش حاجه في حياته، هو عارف ان انا يعني ايه بفضل ماسك نفسي اما بضحك خلاص، ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو يعني بيضحكك قدام، وهو في ثانيه وهو بيضحك ليه يعمل كده؟ يعني لو بصيت له تلاقيه بيغير وشه في ثانيه، فظيع. فيعني لا يا جماعه بركات وابو تريكه وشوقي، احنا جيل بصراحه كان محظوظ يا اسلام ان في كل حاجه، في كل الشخصيات، انما في النهايه كلهم كانوا ببساطه كده رجاله عندهم مسؤوليه بالظبط، بيعرفوا يفرقوا، بيعرفوا يفصلوا المواقف اللي هم فيها، كل واحد ليه اسلوب وليه طريقه في التركيز والتعامل مع المباريات، وكل واحد عنده شخصيه متميزه، انما في النهايه احنا كلنا خدمنا الفريق، كان الاسم بصراحه خدمنا الفريق سواء النادي او المنتخب طبعا، لان كان في ناس مش موجوده معانا في النادي كانت موجوده في المنتخب معانا، بس
في النهاية عندها نفس المبدأ، عندها نفس الطريقة في التعامل، عندها نفس الشخصية، عندها نفس الروح، فالحمد لله إن الأمور دي اتجمعت معانا بشكل كبير يعني. طب وائل ال